السلام عليكم. ما زال عندنا واحد الشقة في الطابق الأول بجوج ديال الواجهات، غير انت وجارك. السفلية الباب ديالها بوحدو، انت وجارك بروميال دوزيام، ما عندكش الفيزافي بالكل. منطقة سكنية، موقع حد سوالم، لافاساد مضروبة بالباسطة كما كتشوفوا. منطقة كما قلت لكم سكنية قريبة لجميع المرافق. المدخل الرئيسي اللي هو هذا، غير انت وجارك. السفلية الباب ديالها بوحدو. السيدة شارية في الدوزيام، ما عايشاش هنايا في المغرب، مازال كتوفر في الطبق الأول كما كتشوف. الدروج 120 متر. شوفوا إن شاء الله الشقة اللي فيها المساحة 122 متر. 122 متر بجوج الواجهات، تبارك الله ما شاء الله. عندك ثلاثة ديال الغرف، كل غرفة تبارك الله جات كبيرة. جميع الغرف عندهم إطلالة على الجردة وعلى الشارع. على الدخلة على اليمين كنلقاو لاصال دو بان، السانيتير، الفاسك من المراية ديالو، جليج حتى البلافو، عندك الرشاش. صراحة خدمة نقية. كنلقاو اونفاس معنا الصالون اللي جا كبير تبارك الله ما شاء الله. الدار كلها بالصباغة ديال الخيال. في الطبق الأول غير انت وجارك. السفلية الباب ديالها بوحدو تبارك الله ما شاء الله. الفينيسيو ممتازة. منطقة سكنية، الناس اللي بغات الكالم. الصالون اللي هو هذا، عندنا واحد السيجور اللي جا كبير تبارك الله ما شاء الله. صراحة في صالة ممتازة. عندنا هاد النيش بالعودشان، لاكويزين اللي جات مزلجة حتى البلافو، كتعطاك فيها الفران والتريو، بلاكارات بجوج ديال الألوان، بلاصة الماشينة لافي. صراحة خدمة نقية. عندك الباركو، عندك بلاصة تشوفو كيما كتشوفو، ما عندكش الفيزافي بالكل. عندك شمس، اللي في صالة ممتازة. الصالون جا معزول، الغرفة ديال الوليدات اللي جات كبيرة تبارك الله ما شاء الله. القبس السامبل بالبلاكار ديالها، بالصباغة ديال الخيال. عندك الباركو تاني هنايا، عندك إطلالة زوينة. البلاكار الغرفة الثانية اللي جات كبيرة تبارك الله، طيب الصباغة ديال الخيال. الغرفة ديال النوم اللي جات عامرة، طيب البلاكار ديالها.
وبالدوش وحتى بالباركو. تبارك الله ما شاء الله، باز زوينه هاد الشقه هادي، يعني ما كاينش قوه سكان، كاين غير انت وجارك فقط. دوش عندك الليل بلاكو بسبوت حتى البلاكار، نوريكم حتى الدروج. الدروج عندك الرخام اخوان، اناكم الله، الله يعاونكم. غادي نخليكم جميع معلومات متاع الفيديو، الثمن 72 مليون وقابل للتفاوض. الله يعاونكم.